أعتقد بعضكم سبق إلى أن نشر صورة لقتلى أو لمجروحين أو ما إلى ذلك، ويجي الحظر مباشرة من الشركة. الآن إيش أقدر أفتهم أن الشركة بكتاب سري تعمم على إعطاء العراق استثناء من هذه القاعدة؟ وشفتوا خلال هذه الفترة إيش قد انتشرت صور كانت من المحرمات بالفيسبوك. طبعا هي ضمن القانون الدولي يفترض أنها ممنوعة، ويفترض الفيسبوك تلتزم بهذا القانون، لكن أنا أقول ليش تستثني العراق من هذه القضية؟ أكو براءة بهذا الموضوع؟